السلام عليكم متتبعين ديالنا، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، نتمنى تكونوا بصحة جيدة ونتمنى تكونوا بألف ألف خير. اليوم ما جيت نقدم لكم طاكوس منزلي رائع، طاكوس منزلي اقتصادي، طاكوس منزلي في متناول الجميع، وأهم حاجة أنه غيعجب الأطفال، وهذا هو الهدف ديالنا. الهدف ديالنا أننا نصيبو شي حاجة في المنزل ديالنا وفي نفس الوقت كتعجب الأطفال وكنعرفو أشنو كنعطيوهم. نبداو بسم الله على بركة الله في طريقة التقديم. كناخدو الصدر ديال الدجاج اللي زولنا له العظم من قبل وخليناه على جنب حتى نشف مزيان، كنقطعو على شكل شرائح طويلة. نتمنى منكم تجربوه واكيد غادي يعجبكم وما غاديش تستغناو عليه. واكيد انتي سيدتي كتحكمي في الكميه ديال الدجاج. كنستمر سيدتي في التقطيع حتى كنقطعوا الكميه اللي عندنا كامله، ومن بعد كناخذوا هذه الخلطه ديال الدجاج ديال الكنور اللي خلطه رائعه وخلطه كتستعمليها بوحدها ما كتحتاج لا زياده لا نقصان، واكيد النساء عارفينها ومجربينها، خلطه اللي كتعطي مذاق رائع. كنحاولوا سيداتي نخلطوا الصدر ديال الدجاج مزيان حتى كتدخل فيه جميع المكونات باش نحصلوا على المذاق اللي بغيناه. من بعد سيدتي ما كنخلطوه مزيان غادي نغطيوه بالبلاستيك الغذائي. وغنحتفظوا به مدة اكثر من 3 ساعات. من بعد ما كدوز المدة ديال 3 ساعات او اكثر، قد ما بقى سيدتي قد ما كيعطي مذاق رائع. كناخدو الطاوة ديالنا وكنزيدو فيها الزيت، زيت المائدة، وكنخليوها حتى كتسخن. من بعد كنديرو الصدر ديال الدجاج، واكيد النار سيدتي كتكون متوسطة. والمعروف ان الصدر ديال الدجاج كيطيب بالزربة. كنستمر سيدتي في التحريك
حتى صدر ديال الدجاج كيدخل فيه الطياب، ومن بعد غادي نزيدو عليه الكريمة ديال الطهي اللي حتى هي بالدور ديالها كتعطي مذاق ولا أروع. كنحركوها شوية حتى كيعقد لينا الخليط ديالنا. من بعد ما كيشرب لينا ستر ديال الدجاج الكريمة ديال الطهي، كنزولوه على النار وكنحطوه على جنب، وكنبداو في طريقة تقديم الطاكوس ديالنا. كناخدو لاصوص فرماج محكوك موزاريلا، ستر ديال الدجاج اللي طيبنا، العيش، العيش صيبناه في الدار كيجي رائع، الفرماج كاري، والفريت. بما اننا كنصيبوه للاطفال فالفريت ضروري. المهم سيدتي، انا غنقدم لك جوج طرق باش تطوي طاكوس، والسيدات راه معروفين بالذكاء ديالهم وبالفن ديالهم، فالسيدة العربية أو المغربية ما غاديش تغلب. كنديرو لاصوص، كنزيدو فوق منها الفرماج موزاريلا، كنزيدو صدر ديال الدجاج، كنزيدو الفريت، كنزيدو الفرماج كاري، هذه هي الطريقة الأولى ديال الطي، وأكيد النساء راه كتعرف، احنا كنفكركم وصافي. الطريقة الأولى، وأكيد راه غادي نطيبوه في ديال البانيني. الطريقة الثانية نفس المكونات، غير طريقة الطي مختلفة. كنتمنى منكم تجربوه لأن المذاق ديالو رائع. المهم سيداتي، إلا بغيتي تزيدي الحار زيديه، حنا بما أننا خصصناه الأطفال فما بغيناش نديرو لهم الحار. هذه الطريقة الثانية، كنستمروا بحال هكا حتى كنكملوا الكمية اللي عندنا. وها هو الشكل النهائي ديال الطاكوس، نتمنى منكم تجربوه ونتمناه يعجبكم. جاء طاقوس رائع.